الزميل محمد بن عايض الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا بو بريك. مشاهدينا متابعينا الكرام، على بركة الله نتابع هذه الانطلاقات والمنافسات المسائية في أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تنطلق منافساتنا في خامس أيامنا وتحديات سن اللقاية في هذا المساء، وأشواط الرموز الحاضرة والمتواجدة بأيضا هذه الشعارات والمنافسات القوية. متابعين الكرام، على بركة الله ينطلق ثالث أشواطنا في هذا المساء. شوط الشلفة، الشلفة الخاصة بالأبكار العمانية. على البركة نسير ونتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الاندفاعة، نتابع البداية والصدارة. هناك البداية مع وجنة، وجنة على البداية والصدارة لهجن التحدي. من تبدأ بالتحدي والانطلاق الأول على الصدارة، بينما ثاني المراكز أتابع بيضة مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري القادم والمنطلق مع ثاني مراكز، بينما ثالث الأسماء تابع أيضا حشيمة، حشيمة تصل مع ثالث المراكز لعلي بن جابر بن حمد بن مسعود. هنا يقدم حشيمة، بينما رابع الأسماء الله هي القادمة. صدى تصل في هذه اللحظات مع رابع المراكز محمد بن سالم بن محمد بن مانعة، هنا القادم مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء أتابع شعار اللورد قادم مع أزمة صالح بن محمد بن سعيد العيدة. هنا أيضا يتسلل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، يا حفلة تتسلل تنطلق إلى خامس المراكز، حفلة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هنا تتواجد مع خامس المراكز في أقوى أشواط الإبكار، الشلفة الخاصة بالعمانيات، الشلفة الفضية. مشاهدينا الكرام، الله الله يا الأسماء المنطلقة والشعارات المتواجدة في هذا الشوط. ولكن أعود من حيث البداية، هناك مع الصدارة الله يا وجنة، وجنة هناك على البداية على الصدارة. الله تنطلق بالبداية لهجن التحدي حاملة هذه النجمة، منطلقة على البداية على الصدارة. ولكن صدى اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس. الله الله، صدى قادمة مع ثاني المراكز محمد بن سالم بن محمد بن مانع. هنا يقدم صدى مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء أتابع القادمة، أتابع سويسرا أقوى الأسماء أيضا من تتواجد مع ثالث المراكز سويسرا. راشد بن بطي بن محمد الزعبي القادم بهذه اللحظات ينطلق مع سويسرا. الله يا الأسماء، ولكن أزمة هنا بشعار اللورد القادمة مع رابع المراكز صالح بن محمد بن سعيد العيدة، ينطلق مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء حشيمة هنا تتواجد مع خامس المراكز علي بن جابر بن حمد بن مسعود. هنا مع خامس المراكز متابعين الكرام، الله الشلفة الغالية هنا نتابعها مشاهدين الكرام، أين سوف تذهب؟ الله الله الله، ولكن سويسرا هناك مع البداية. الله يا الزعبي حاضرا في هذا المساء، مقدما أيضا أجمل العروض، ينطلق ويقدم لنا هذه الأسماء. راشد بن بطي بن محمد الزعبي هنا مع البداية والصدارة. الله الله يا سويسرا، هنا الشلفة في الانتظار. الله على هذا الأداء، ولكن أتابع ثاني المراكز، صدى مع ثاني المراكز محمد بن سالم بن محمد بن مانع يصل مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. هناك وجنة لهجن التحدي القادمة والمنطلقة مع ثالث المراكز، بدأت أيضا بالاقتراب أزمة، هناك بدأت بالاقتراب بشعار اللورد صالح بن محمد بن سعيد العيدة. وأتابع التقدم، أتابع حشيمة علي بن جابر بن
الحمد ومسعود مع خامس المراكز، ولكن الله الله هي البداية. تابع يا أبو سلطان هذا إلى داو الانطلاق الممتاز هناك مع سويسرا. بدأنا بالاقتراب، الشلفة بدأت تقترب. الله يا سويسرا، الله يا سويسرا على هذا إلى داو مع البداية مع الصدارة، ولكن صدى مع صدى صوتك مع صدى صوت الجماهير. بدأت بالاقتراب، الكل يراقب الكل يتابع. أيضا هذه الثنائية هنا مع سويسرا وصدى، ولكن الله الهجوم بدأ، الهجوم بدأ، وصلت الأسماء وصلت الشعارات. الله 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 يا القادمة. هنا أتابع اللورد، اللورد بدأ بالهجوم، القادم بتصريحاته، القادم بانطلاقاته القوية، يقدم لنا الأسماء. هنا تواجد من أغادير، وصلت أغادير، وصلت أزمة، وصل اللورد، ولكن شوف مغيظة، وصل أيضا الطريبين. هنا أتابع التقدم. الله 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 يا الأسماء، ولكن سويسرا الشلفة الشلفة الشلفة، سويسرا مع الصدارة. ركز يا الزعبي راشد بن بطي بن محمد، الزعبي يغادر، ينطلق بالشلفة، ينطلق بالشلفة، ولكن أتابع أتابع. هنا صدى 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 قادمة، ولكن الخطورة، وصلت مغيظة، وصل شعار الإمبراطور القادم مع ثالث المراكز مشاهدين الكرام. ولكن البداية، البداية مع سويسرا، سويسرا وصدى، وهنا مغيظة مغيظة مغيظة. الله 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 الله، ولكن الإمبراطور قادم مع مغيظة. جابر بن ناصر بن عبد الله الطريبي للمري، اللحظات الأخيرة، الشلفة الشلفة الشلفة. الله سويسرا سويسرا ومغيظة، ثنائية اللحظات الأخيرة، غادرت غادرت، بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء. الله الله، غادرت مغيظة مغيظة مع الشلفة مع الشلفة. مشكور يا الإمبراطور، غبت طويلا وحضرت في هذا المساء، قدمت لنا مغيظة. جابر بن ناصر بن عبد الله الطريبي للمري ينتزع الشلفة الخاصة بالعمانيات. ثاني المراكز كان الوصول من سويسرا لراشد بن بطي بن محمد زعمي. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من صدى محمد بن سالم بن محمد بن مانعة، بينما رابع المراكز وصلت أزمة، وصلت رابعا لصالح بن محمد بن سعيد العيدة، وخامس المراكز وجنا لهجن التحدي. الله الله الله، تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي، وكان العرض الممتاز من خلال مغيظة من قدمت أداء رائع وانتزعت الشلفة الخاصة بالأبكار العمانيات بكل استحقاق بكل أيضا اقتدار. نهني مالك مغيظة على هذا الانتصار. جابر بن ناصر بن عبد الله الطريبيل المري كان حاضرا ايضا بشعاره في هذا المساء. إذا نعود بالتوقيت الزمني مشاهدين الكرام، 7 دقائق 25 ثانية وجزء واحد من الثانية، توقيت مغيظة. نهني جابر بن ناصر بن عبد الله الطريبيل المري، والتهنئة أيضا للإمبراطور على هذا الفوز والانتصار، بينما سويسرا ثانيا ب7 دقائق 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك سويسرا راشد بن بطي بن محمد الحسن المري، بينما ثالث المراكز كان وصول مشاهدينا الكرام من صدى ب7 دقائق 29 ثانية 7 أجزاء من الثانية. نهني محمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانع أيضا على حصول صدى على المركز الثالث. تهانينا.